قطر تسعى الآن لأن تكون رائدة ليس فقط في مجال الإعلام أو مجال العلاقات الخارجية، تريد أن تكون دولة رائدة كذلك في مجال الاقتصادي، في مجال الاجتماعي، في مجال الانفتاح على العالم وتطوير ذاتها، وتريد أن تضع نفسها في مكان المثل يمكن أن يحدث به في باقي دول المنطقة خصوصا دول الخليج. دول قطر دولة مقدمة على مرحلة من النمو، طفرة اقتصادية هائلة في كل مجالات الاقتصاد والأعمال والمال. هذه الدفعة اللي نحن الآن نرى بداياتها في كثير من المجالات الاقتصادية في قطر، أساسها تنويع المصادر، إدماج المجتمع، الدفع بكل مكوناته وإعطاء الجميع فرصة في أن يساهموا في خلق اقتصاد متنوع ثابت فيه نمو فيه رفاهية وفي نفس الوقت فيه اعتماد على الموارد البشرية وخصوصا الشباب. فدور شبكة صلة إذن هو في الحقيقة جزء من التدخلات أو السياسات أو الابتكارات المطلوبة لإدماج الشباب في هذه الحركة الاقتصادية اللي بدأت، ونحن الآن سنرى تطور هائل في زخمها، في توسعها، في رغبتها عن نقل قطر من دولة نامية إلى دولة في مصاف الدول المتقدمة، ليس فقط سياسيا أو حتى على مستوى الدخل الفردي، ولكن على أساس التنوع الاقتصادي ومساهمة الجميع، شباب خصوصا، في كونهم الركيزة الأساسية لأي نمو مستدام، في توسيع في مجالات العمل، في إشراك لكل مكونات المجتمع، وفي تطوير لأفكار رائدة، أفكار بناءة، أفكار فيها ابتكار تبدأ حقيقة معظمها من مبادرات فردية وتنتقل بعد ذلك لتتطور وتصبح جزء من عجلة الاقتصاد النامي الثابت المستدام.